انترناشونال سبيس ابس تشالنج دي هاكاثون المفروض على مستوى العالم ناسا بتعمله كل سنه من 2012. مصر اول مره تشارك فيه السنه دي. المفروض 230 بارتيسيبنت هيشاركوا السنه دي من مصر، عاملين 55 تيم. التيمز دي هتحاول تحل المسابقات اللي ناسا عاملاها 35 تشالنج في 4 كاتيجوريز: هيومن وايرث واوتر سبيس وروبوتكس. المفروض هنحاول على مدار اليومين دول ان احنا نطلع اوتبوت ريبريزنت بيه مصر كلها. المفروض بعد كده الناس هتحكم على الاوتبوت دوت، هيبقى فيه لوكال جادجنج وجلوبال جادجنج. اللوكال جادجنج من عندنا هيطلع 8 وينرز. بعد كده هيبقى فيه 2 تيمز هما اللي نومينيتد للجلوبال جادجنج اللي الناس هتحكم عليهم. أو يعني مثلا كل تشالنج المفروض ليه روم واحده الناس كلها بتفكر تفكير ان هم يجيبوا حل واحد. السكيلز بتاعتي عليت في حاجات كتير قوي في البروجرامنج والاندرويد والاردوينو، حاجات ما كنتش اتصور انا اعملها اعملها في يومين. عملتها ازاي ما اعرفش. اتعلمنا في يومين السنين اللي فاتت كلها اتعلمناها. الاقامه والكلام ده كله كان كويس، انتوا وفرتوا لنا كل حاجه ننام عليها، بسم الله ما شاء الله ما كناش محتاجين حاجه. ضغط المشكله في الوقت، بس ده طلع من جوانا ابداع احنا ما كناش متخيلين. الحمد لله اكتر من 50 متطوع من الاي تريبل اي ايجيبت سكشن او من ناسا سبيس ابس كايرو شغالين انتنسفلي على المسابقه. زي ما انتم شايفين اكتر من 750 واحد عمل ريجستريشن. النهارده عندنا 140 واحد او 150 واحد متقسمين على تيمز في 4 تشالنجز. الفولنتيرز عاملين شغل كويس جدا ان هم يخلوا بالهم ان التراكس ماشيه بطريقه سليمه، وان التشالنجز شغاله كويس، وان المنتورز موجودين، وان كل حاجه موجوده في مكانها. ولو مشيتوا كده بالكاميرا في وسط الايفنت هتلاقوا الناس كلها ماشيه بتضحك وفرحانه. I'm proud ان انا موجود في وسط الايفنت ده، وشكرا لزياد ومنى وكل الشباب اللي اشتغلوا في الايفنت، وشكرا للشباب اللي ورا الكاميرا، وربنا يوفقك.